ما النتائج المترتبة على زيادة عدد ملفات المحرك الكهربي بحيث يكون بينها زوايا صغيرة؟ معروف دايما ان عزم الازدواج تاو بيساوي بيان، بيان ساين سيتا. سيتا دي الزاوية بين مستوى الملف والعمود على المجال. إذن عندما نستخدم عدد كبير من الملفات، واحد لزيادة كفاءة المحول، لزيادة كفاءة المحول المحرك الكهربي، لزيادة كفاءة المحرك الكهربي. ليه؟ لأن كلما كان هناك ملف موازي لخطوط المجال يكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن. فعندما يكون بينهما زوايا صغيرة في كل لحظة يصبح مستوى الملف موازي المجال، وتزيد كفاءة المحول لزيادة عزم الزواج، ويصبح عزم الزواج نهاية عظمى في كل حالات. السؤال الثاني، توصيل مقاومة خارجية قيمتها ضعف مقاومة الجهاز الأوميتر، يعني توصيل في دائرة الأوميتر قيمتها ضعف مقاومة الجهاز، يقل التيار للثلث، يقل التيار للثلث. السبب، احنا عارفين هنا ان الاي الجهد ثابت، الجهد ثابت، يبقى الاي في ار امتى المقاومة، اذا زدنا المقاومة الخارجية باتنين ار يبقى هتصبح هنا تلاتة ار. الار يبقى لو قلنا الاي الجديدة، الاي جديدات بتساوي الاي على الثلاثة، بتقسم على الثلاثة، اذا يقل التيار للثلث. في حالة الاوميتر الجهد ثابت، بطارية الوصل ببطارية جهدها ثابت عشان تكون العلاقة عكسية. فاذا وصلنا هي مقاومة الجهاز ار ضفنا لها مقاومة خارجية 2 ار فتصبح المقاومة 3 ار. الار مع الار يبقى الاي الجديدة نقسم على 3 ونقسم على 3 يبقى التيار الجديد يبقى ثلث التيار الاصلي. احسب مقدار الزيادة في قيمة مقاومة موصل R إذا زاد طوله للضعف ونقصت مساحته للنصف. بما أن R المقاومة تساوي المقاومة النوعية في الطول على المساحة. طيب إذا زاد الطول للضعف، طول زاد للضعف يعني الرو إيه هي والإل أصبح 2 زاد للضعف، والمساحة قلت للنص ونقصت المساحة للنص، يعني الايه هتبقى ايه على 2. مقام المقام بسط تساوي يبقى 2 في 2 بكام؟ ب 4، يبقى رو اي ال على ايه. اذن زادت كم مرة؟ إذا تزيد المقاومة 4 مرات، إذا تزيد المقاومة 4 مرات. السؤال اللي بعده، أذكر اثنين من العوامل التي يتوقف عليها كل ما يأتي. عزم الازدواج معروف دايما إن تاو بيساوي بيان ساين سيتا. عزم ثنائي القطب بيبقى تاو على بي بيساوي الاي بقى هنا اي اي ان ساين ثيتا. اذا يمكن اختيار اي عاملين، ممكن تقول شده التيار، ممكن تقول شده التيار اللي هو اي، ممكن تقول عدد اللفات، ممكن تقول المساحه، ممكن تقول الزاويه بين مستوى الملف والعمود على المجال. معامل حس الذاتي، ايضا نكتب القانون. معامل حس الذاتي ايه اللي بتساوي؟ النفاذية في مساحة المقطع الملف، في مساحة الملف، في مربع عدد اللفات على طول الملف. فاللي بين ال سمول وال كابيتال، ال كابيتال معامل الحس الذاتي،
اذا ممكن تختار اي من 1 2 3 4، اي من الاربعه. ممكن تقول مساحه الملف، مساحه وجه الملف، ممكن تقول مربع عدد اللفات، مربع عدد اللفات، ممكن تقول طول الملف، ممكن تقول النفاذين. في الشكل، في الشكل المقابل السؤال بيقول ايه؟ في الشكل الموضح ملف عدد لفاته ان 100، يبقى ده رمز الان. يخترق فيض مغناطيسي، يبقى ده الفاي ام 1. فاذا تناقصت الى فاي ام 2. ليه قلنا فاي؟ لانه فيض مغناطيسي بالوحده ويبر والزمن تي، يبقى على طول يبقى القوه الدافعه الكهربيه بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. اذا الكتروماتيك فورس السالب ده للاتجاه وليس المقدار. الان بكام؟ ب 100، الان متلفه كان 3 من 10 بقى 3 من 100، اصبح 2 من 100، يبقى التغير 1 من 100 والزمن 1 من 100. 1 من 100 هيساوي 100 فولت، السالب للاتجاه وليس المقدار. طيب حدد اتجاه القوة المستحسة في المقاومة R. طيب في الحالة ديت ده قطب شمالي، قطب شمالي، إذا حركنا للداخل بهذا الشكل يتكون هنا قطب شمالي، لأن اتجاه التيار يعاكس السبب الذي أحدثه حسب قانون لينز. وفي قاعدة اليد اليمنى بهذا الشكل نقبض على السلك باليد اليمنى بالشكل ده كده، فيكون هنا اتجاه التيار جه كده بالشكل ده كده، عشان يكون الإبهام يشير، الإبهام يشير الاتجاه الشمالي، فيكون اتجاه التيار بهذا الشكل، يبقى من A ل B. إذا حركنا المغناطيس للداخل، وإذا حركها للخارج فيكون اتجاه التيار العكس من B ل A في المقاومة R. السؤال الثاني، علل لما يأتي. اختيار غازي الهيليوم والنيون كوسط فعال. نعرفين نسبة الهيليوم بنسبة 10 والنيون بنسبة 1. فرق الجهد يعمل على زيادة الطاقة الحركية للهيليوم فيثار، وبالتالي إثارته تعمل على إثارة النيون. يبقى المادة الفعالة، المادة الفعالة التي تسبب تنتج الليزر، الليزر النيون. وتم اختيار، وتم اختيار الهيليوم لتقارب مستويات الطاقة، مستويات طاقة الإثارة، مستويات طاقة الإثارة، حيث أن الهيليوم هو الذي يكتسب الطاقة الحركية من فرق الجهد المسلط ويثار، وإثارته وتصادمه مع النيون هو الذي يسبب إلى توليد الليزر، حيث هو المسبب في إثارة النيون، وبالتالي يحدث انبعاث مستحس لينتج الليزر. السؤال اللي بعده، يتصل طرفي المحرك الكهربي بنصفي اسطوانة معدنية معزولة لكي يجعل الملف يدور في اتجاه واحد، لكي يجعل الملف يدور في اتجاه واحد، ويسمى بعاكس التيار، بعاكس التيار. السؤال، اذكر الطيف
اذكر الطيف الكهرومغناطيسي الذي يستخدم في الاغراض التانية. دراسة التركيب البلوري للمواد، طبعا الاشعة السينية. الأشعة السينية ليه؟ لأن لها القدرة على الحيود. التصوير الحراري هو الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام. أي الأشكال التالية يوضح العلاقة بين الجهد والتيار المتردد في زمن مع الزمن في دائرة. 1 ملف حس عديم المقاومة. اتفقنا ملف الحس الجهد يتقدم عن التيار بربع دورة، بتسعين درجة ربع دورة. تعال نقارن كده، هنلاحظ ان دي بند ودي نص دورة، ما تنفعش دي خالص. بند ودي دي اللي صح، يبقى ده رقم اتنين. ليه رقم اتنين؟ لان الجهد او في ده الجهد في، لو جينا نبص هنا هنلاقي ان التيار يتخلف نص دورة. طيب المكثف العكس، الجهد يتخلف عن التيار 90 درجة ربع دورة برضو. هنلاحظ ان الرسمة رقم، طبعا بنستبعد لان بينهم من بعض نص دورة مش ربع دورة، ونستبعد ده لان نص دورة، يبقى يا ده طبعا الجهد يتقدم، لكن هنا التيار هو المتقدم، التيار هوت متقدم، منقض اهو، ده التيار يتقدم، يبقى ده رقم كام؟ رقم 4. المسألة طبعا إذا كان الجهد السي سي بيساوي 5، معروف دايما إن الفي سي سي بتساوي الفي سي إي زائد الأي سي آر سي. الفي سي سي بكام؟ 5، نحط 5. الفي سي اي ب2 من 10 فولت. احنا عندنا الاي سي بكام؟ مش موجود، بس الار سي موجود 4 كيلو، يعني 4000، يعني نحول الكيلو الى اوم، 4 × 4000 اي سي. يبقى اصبحت معادلة ذاتها مجهول 1 في المين في الاي سي، دي بالموجب نعدينا بايه؟ بالسالب، فبتصبح دي تصبح 4.8، دي بالموجب نعدها بالسالب يساوي 4000 اي سي. اذا بالقسم على 4000 يطلع لنا الاي سي بتساوي 12 × 10 − 4 امبير. طيب بعد كده بنيجي على المطلوب ايه بقى؟ احسب نسبة التكبير. نسبة التكبير بيتا بتساوي تيار المجمع اللي احنا جبناه اللي هو الاي سي على تيار القاعدة اللي هو اي بي. اذا البيتا بتساوي الاي سي طلعناه كام؟ 12 × 10 − 4. الاي بي 12 مايكرو يعني 10 × 6، دي راحت مع دي يطلع الناتج 100 مرة. يبقى قوة التكبير او معامل التكبير 100 مرة. السؤال كيف يمكن زيادة طاقة حركة الالكترونات المنبعثة من الكاثود انبوبة كولج؟ طبعا بالمعروف ان بزيادة فرق الجهد، لان احنا عارفين ان الاي هتساوي الفي تساوي الاي في الفي بتساوي
نص ام في تربيع. تعال نشوف ازاي. اي اللي هي شحنه الالكترون وده رقم ثابت، وده الفي اللي هو فرق الجهد. اذا كلما زاد فرق الجهد زادت الطاقه الحركيه الالكترون. حتى في المساله اذا ذكر فرق الجهد على طول نقدر نجيب الفي، لان ده رقم ثابت في 10 سالب 31، وده رقم ثابت 1.6 في 10 سالب 19. اذا في اي مساله يجي لك فيها فرق الجهد نقدر نجيب السرعه. طيب الخليه الكهروضوئيه، احنا عارفين القانون اي بتساوي اي دبليو زائد كاينتيك انرجي. دالة الشغل الثابته للمعدن، اذا العلاقه بين الاي والكي اي طردي، يبقى بزياده طاقه الضوء الساقط، اي بزياده تردد الضوء الساقط. فكلما زادت طاقه الضوء الساقط او تردده زادت الكاينتيك انرجي، لان داله الشغل ثابته للماده الواحده. في الشكل الموضح لاحظ هنا، احسب قراءة كل من A2 و A1. طيب تعال نشوف قراءة A1 و A2. A1 هنا احنا عارفين ان DR وفرق الجهد قراءة الفولتميتر كام؟ 24. يبقى نقدر نجيب التيار، يبقى I بتساوي ال V على R. قانون اوم يساوي الفي كام هنا في قراءة الفولتميتر؟ 24، والمقاومة 6. إذا قراءة الـ A1 هتساوي 24 على 6 فـ 4 أمبير، اللي هي الـ I اللي هي قراءة الـ A1. الـ A2 تعال بص هنا، اللي داخل هنا 4. ممكن نعرف قراءة الـ A2 بعدة طرق، ممكن بمجرد النظر. اللي داخل 4، احنا قلنا التيار هيتوزع على حسب المقاومات بعلاقة عكسية. المقاومة هنا في الفرع العلوي أكبر من السفلي 3 مرات، يبقى التيار في السفلي أكبر من العلوي 3 مرات. يبقى لو هنا 3 أمبير يبقى هنا 1 أمبير، يبقى حسب مجموعهم كام؟ 4 أمبير. دي طريقة. يبقى نقدر نقول قراءة الـ A، قراءة الـ A2 هتساوي 1 أمبير بمجرد النظر. تاني، احنا اتفقنا ان دي 4 أمبير، هيتجزأ التيار بنسبة عكسية مع المقاومات. المقاومة العلوي أكبر من المقاومة السفلية 3 مرات، لأن دي 30 وده 10. يبقى التيار اللي مر في الـ10 أوم قد التيار هنا 3 مرات. طيب الطريقة التانية، احنا عارفين دايما على التوازي الجهد ثابت، الجهد ثابت. يبقى لو قلنا الجهد الكلي للجزء ده يساوي جهد الفرع العلوي، جهد الفرع العلوي. طيب الجهد الكلي نقدر نجيبه، اللي هو عبارة عن اي كلية في ار الكلية، وده اي في ار العلوي. اي كلية كام؟ 4. ار الكلية حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، 30 × 10/40 يساوي التيار العلوي كام؟ التيار العلوي مجهول، والار العلوي 30 ار. 30 المقاومة العلوية 30 ار. طيب ممكن نقول الصفر مع الصفر على 4 فعلى 4، نسمعها 30 نسمعها 30. إذا فعلا الآي 30 على 30 فعل 1 أمبير، يبقى التيار العلوي 1 أمبير. ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة. القيمة الفعالة لتيار الدينامو المقوم هو 707 من 1000 أي ماكس. الإجابة صح. ليه؟
لان التيار ماكس، التيار ماكس التيار اسمه الاي اي ماكس، والقيمة الفعالة اللي هي عبارة عن اي ماكس هتساوي الاي افكت الفعالة هتساوي الاي ماكس في ساين 45، يطلع الناتج ده مظبوط. السؤال اللي بعده، الطول الموجي المصاحب لاقصى شدة اشعاع صادر من الجسم يزداد بزيادة درجة الحرارة. غلط، لان قانون فين بيقول ايه؟ لمدة ماكسيمم يتناسب عكسيا مع الدرجة الكلفانية، الدرجة المطلقة يتناسب علاقة عكسية. تدريج الاميتر الحراري غير منتظم لان الطاقة الحرارية المتولدة في سلكه تتناسب طردي مع شدة التيار. غلط، هي الجزء الاولاني تدريجه غير منتظم صح، ولكن ان الطاقة الحرارية هتساوي اي تربيع في ار. اذا الاجابة الصح تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار. يتوقف الطول الموجي الأشعة السينية المستمرة على نوع الهدف. غلط، ليه؟ لأن الطيف المستمر لا يتوقف على نوع مادة الهدف، ولكن الطيف الخطي هو الذي يتوقف على نوع مادة الهدف.